شو الشي اللي ما بيقدر يقلي؟ يعني ليش هو لا يضطر يكون مع مهيني؟ ماما؟ ماما بابا، ماما بابا، شوفي بنتي، بابا بده ياخدنا لنحضر فيلم لأول مرة، وبعد ما يخلص الفيلم بده ياخدنا نتغدى سوا، رح نتسلى. آسف، خططت للمشوار بلا ما أسألك. ونيها رايحة معنا، ماما رجليها عم يجعوها وإلا كنت أخدتها كمان. إيه لكن روحوا جهزوا حالكم، يلا شو ناطري؟ إيه يلا امشي تشافي، خلينا نجهز يلا حالنا. إيه بس شو في ضرورة؟ أنا ما بعرف أعمل بيتزا، لهيك قلت خليني أعمل شي الأب بيساويه، وهذا كرمال تشافي. بصراحة ارتحت وقت شفت الابتسامة على وشها. بعد كل يلي صار حسيت إنه لازم أتقرب منهم، بتمنى تصير لي فرصة أعمل هذا الشي. الحقيقة أنا كمان كنت بدي شغلة مهمة، بس يعني شو رح تحكي؟ خلص بعدين بقلك. يلا روحي البسي، خلينا نروح على الفيلم. أنا؟ خد البنات أنت، شو رح أعمل هنيك أنا؟ لا لا تعالي منغير جو، قصدي كرمال تشافي أكيد رح تنبسط كتير إذا اتنيناتنا معه. بترجاكي بلي العرض. ومهيني؟ لا ما قلت إلا، وبصراحة أنا ماني ناوي إلا كمان. معك ساعة، جهزي حالك، باي. الظروف بتفرض علينا أبارجيتا، وبتجبر الإنسان على شغلات ما بده يعملها أبداً. شو صاير معه؟ ليش أكشاي متوتر هيك؟ كيف بيتجرأ؟ كيف أكشاي بيشيلني من الخطط تبعه؟ غريبة، يعني كأنه رجع وقع بحبه لأبرجيتا من أول وجديد. لا، ما رح خليهم يروحوا أبداً، ما رح يروحوا مع أبرجيتا بالمرة. ماما؟ خلي نيها تعطي هاي الحبة لأكشاي.